الجيش الأمريكي يعلن تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية على الميناء المؤقت في قطاع غزة. إسرائيل تنفي اتهامات جنوب أفريقيا بشأن ارتكابها إبادة جماعية في غزة وتعتبر ما يحدث حربا مأساوية. حزب الله يعلن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بقصف مقر كتيبة بالجليل الأعلى. لحضراتكم التحية من النيل الأخبار، والتفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل. لحضراتكم التحية من جديد وإلى تفاصيل نشرتنا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية على الميناء المؤقت في قطاع غزة. كانت سنتكوم قد أعلنت أن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة في مسعى يهدف إلى زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر. في إطار الجهود لاحتواء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أعلن الجيش الأمريكي أنه تم تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطئ غزة. ثبتت الولايات المتحدة مراسم لربط رصيف عائم مؤقت بشاطئ قطاع غزة في إطار مهمة لتوصيل المساعدات الإنسانية، لكن واشنطن تواجه التحديات نفسها التي تواجهها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة منذ أشهر فيما يتعلق بتوزيع مساعدات في القطاع، وتشمل تلك التحديات العمل في منطقة حرب لدرء مجاعة وشيكة والنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل المساعدات، كما يتعين على الأمم المتحدة أيضا التوصل لصيغة نهائية لمشاركتها في توزيع المساعدات بمجرد تفريغها من الرصيف. وأشارت وكالات الإغاثة إلى أنه لا تزال هناك تحديات يتعين حلها. وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنه إذا كانت هناك منطقة حرب نشطة مثل غزة فسيكون أمن التوزيع الداخلي عسيرا ويزيده صعوبة نقص الوقود. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء الرصيف في مارس الماضي في الوقت الذي ناشد فيه مسؤولون في مجال الإغاثة إسرائيل تحسين عملية توصيل إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية، وتأمل الولايات المتحدة بذلك في مكافحة الأزمة الإنسانية التي تعرض مئات الآلاف لخطر المجاعة من خلال فتح طريق لتوصيل المساعدات بحرا، لكن المشروع مكلف ويمضي بوتيرة بطيئة، وأدى سوء الأحوال الجوية لتأخير بناء الرصيف الذي تقدر تكلفته بنحو 320 مليون دولار ويشارك فيه 1000 جندي أمريكي. وتصر الأمم المتحدة على أن التوصيل البحري ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا. وقال مسؤولون أمريكيون إن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يوميا، لكن هذا العدد قد يصل بعد ذلك إلى 150 شاحنة، فيما تقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى دخول 500 شاحنة يوميا لقطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا الأستاذ أحمد محارم المحلل السياسي من نيويورك. سيد محارم بعد التحية، يعني كيف تنظر لهذه الصيغة التي تنص على دخول المساعدات عبر الميناء البحري العائم؟
التحية والتقدير. طبعا خبر يعتبر جيد وقد يكون بارقة أمل وانفراجة للضغوط اللي حصل، لأنه كمان أمريكا من خلال هذا العمل تريد أن تبيض وجهها أمام العالم والتحديات اللي حصلت في 7 شهور الماضية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الغير مبرر وغير مسبوق. ولكن ينظر البعض إلى هذا المسألة ومسألة الرصيف البحري على أنه قد يكون حق يراد به باطل. لما تغلق كل المعابر البرية اللي كان تعودوا عليها أخواننا الفلسطينيين بسهولة ويسر دخول كل المساعدات والمواد الغذائية والطبية وخلافه، وأن تتحكم إسرائيل بشكل يعني صعب جدا، يعني ودنك منين يا كحة؟ لازم كل الحاجة تكون عن طريق قبرص، والتفتيش يتم من هناك، وكمان الحمولة لما توصل لقطاع غزة. يعني يبدو إسرائيل بتخنق المسألة من ناحية وتكون مسؤولة تماما عن أنها توزيع المساعدات واستلامها ووصولها. المنافذ البرية كانت أسهل وتظل أسهل طريقة لدخول المساعدات. كمان كلمة أن هذا المعبر أو الجسر البحري مؤقت، كلمة مؤقت دي تحتها أكثر من علامة استفهام، لأنه عشان أمريكا تهتم وتعمل المشروع ده بسرعة و320 مليون دولار و1000 عسكري أمريكي يشاركوا في بنائه، المسألة أعتقد في طموحات أكثر من كده، وقد يكون زي ما قلت حق يراد به باطل. إما أن يكون التحكم في دخول المساعدات بدل الطرق البرية يكون عن طريق قبرص لرناكة تحديدا وقطاع غزة وتتحكم فيه إسرائيل تماما، أو في المستقبل القريب لازال يمكن في ذهن إسرائيل وفي قلب إسرائيل مسألة الهجرة الطوعية أو الهجرة الإكراهية إذا ضغط على الفلسطينيين وشعروا بأنهم ما يتمهمش طريقة بأن هم يمشوا، قد يكون ده أحد الأسباب. كمان هناك أحد الشكوك أن مستقبل المنطقة ما بعد الحرب، هذه المنطقة اقتصاديا فيها غاز وفيها ثروات، والميناء معمول لأسباب يمكن أكثر مما نتخيله الآن. فطبعا شكرا أن في مساعدات هتدخل، ولكن كان من الأفضل ومن الأوقع أن تظل المساعدات تدخل عن طريق المنافذ البرية. نعم، لكن اسمح لي أستاذ أحمد، يعني هناك احتياجات ضرورية ومساعدات لابد من دخولها لهذا القطاع المحاصر. الحمولة المبدئية تقدر ب90 شاحنة ترتفع إلى 150، لكن المطلوب هو دخول ما يعادل 500 شاحنة يوميا. فهل يعني الغرض من هذا المعبر العائم إن جاز لنا التعبير هو إيصال المساعدات أم خنق القطاع المحاصر بالفعل؟ نعم، احنا نقول ان حيكون في مساعدات تدخل 50 او 90 او 150 شاحنة، بس المعدل الطبيعي اليوم 500 شاحنة، وكانوا متعودين اخواننا الفلسطينيين ان بيخشوا عن طريق المعابر. غلق المعابر هو سياسة خنق وتجويع واذلال للاخوان في قطاع غزة، ومن ثم فمهما كان الجسر البحري حيساعد فهو بيساعد من جانب، لكنه ايضا مساعدة بطيئة، هي مساعدة من النوع اللي بتحكم فيك ومش هديك كل احتياجاتك. فتظل المعابر البرية هي الشيء الطبيعي، وإغلاق المعابر البرية ده اعتراف ضمني من إسرائيل ومن أمريكا إن هم المتحكمين في دخول كل شاردة واردة إلى قطاع غزة، استلامها من الناس الجهات المساعدة وتوزيعها أيضا، يعني بيقللوا من سلطة السلطة الفلسطينية وسلطة قطاع غزة في تنفيذ الخدمات الإنسانية واللوجستية على الشعب الفلسطيني. الأستاذ أحمد محارم المحلل السياسي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. ما زالت حركة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة متوقفة تماما، حيث سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وأغلقت معبر كرم أبو سالم ومنعت إدخال أي مساعدات إنسانية والمساعدات الموجودة أيضا على الجانب المصري لأهالي قطاع غزة المحاصر والذين يعانون من نقص شديد في الأدوية والمواد الغذائية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل النيل الأخبار الزميل حمادة العربي. حمادة، بعد التحية، ما هي آخر المستجدات لديك في ظل إغلاق المعابر؟
تحياتي لك محمد سليمان ولكل مشاهدي نيل الأخبار. يمكن حتى هذه اللحظات المعابر مغلقة غلقا تاما، سواء معبر رفح الحدودي أو معبر كرم أبو سالم. سلطات الاحتلال تتمركز على الجانب الفلسطيني وتغلق المعبر بشكل كبير. يمكن حتى هذه اللحظات تستمر الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على مناطق متعددة في قطاع غزة، سواء في وسط وشمال القطاع، إضافة طبعا إلى استهداف مدينة رفح الفلسطينية شرق جنوب المدينة، واشتباكات دائرة ما بين قوات الاحتلال والمقاومة. نرى ما بين حين وآخر سحب دخانية نتيجة لهذا القصف العنيف من جانب قوات الاحتلال، إضافة أيضا إلى القصف المدفعي بشكل مستمر. يمكن قبل قليل كان هناك جلسة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ويمكن تحدث للدعاء الإسرائيلي بأن هناك تسهيل في عملية إجراء إدخال المساعدات، وأنه هناك إمكانية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، لكن على أرض الواقع هذا مخالف تماما. هناك تمركز لقوات الاحتلال ووضع غير قانوني طبقا للاتفاقيات الخاصة بالمعابر أمام معبر رفح على الجانب الفلسطيني بشكل كبير، إضافة أيضا إلى ادعاءات بأن هناك عدد كبير من المساعدات يتم السماح بدخولها طبقا للممر يعني المجرى الملاحي الذي تم إعداده والميناء المؤقت الذي تم إعداده في شمال قطاع غزة، وهذا مخالف تماما للواقع. الميناء بداية عمله كانت اليوم، والأحاديث تدور حول إدخال 90 شاحنة عبر هذا الميناء المؤقت تأتي من قبرص. الادعاءات الإسرائيلية تقول أن الميناء يعمل بصورة دائمة، وهذا مخالف للواقع، إضافة أيضا إلى إدخال ما يقرب من 2.2 مليون طن من المساعدات عبر هذا الميناء، وهذا أيضا مخالف للواقع. الادعاءات الإسرائيلية تنفيها الحقائق على أرض الواقع من استهدافات للفلسطينيين واستمرار أعمال الإبادة الجماعية الخاصة بحق الفلسطينيين والتهجير إلى أماكن غير صالحة للسكنة وغير صالحة للإقامة الآدمية، وعدم توافر فيها أي إمكانات، سواء تتعلق هذه الإمكانيات بالبنى التحتية أو بمصادر للمياه والطعام، إضافة أيضا إلى ضعف نهائي وتام في القطاع الصحي داخل غزة بشكل أساسي، وعدم إدخال الوقود بشكل كبير. ما نراه على الشاشات أمام محكمة العدل الدولية تنفى نهائيا مع الواقع الذي نرصده من أمام معبر رفح وفي مدينة العريش. تسهيلات كبيرة من الجانب المصري، سواء عبر تواجد مكثف لسيارات الإسعاف أمام معبر رفح من الجانب المصري، أو عدد كبير من الشاحنات الموجودة والتي تحمل كميات كبيرة من المساعدات. إذا كانت إسرائيل ما تريد مساعدة الفلسطينيين كانت في الأساس فتحت المعابر، سواء معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، وهما قادران على إدخال أكبر كمية من المساعدات إلى أهالي قطاع غزة بشكل أساسي. طيب حمادة، مع تفريغ الحمولة الأولى، هل هناك أصداء على أرض الواقع فيما يتعلق بالميناء البحري العائم ومدى دخول هذه المساعدات بشكل يعني مؤثر في القطاع المحاصر؟ محمد، يمكن الميناء العائم كما ذكرنا استقبل تقريبا 90 شاحنة في صباح هذا اليوم. توزيع هذه الشاحنات سوف يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لكنها لا ترقى نهائيا أن تسد رمق أي من أهالي قطاع غزة بشكل كبير. نتحدث في مدينة المواصي فقط عن 400,000 نازح، نزح إليهم ما يقرب من 460,000 نازح آخر من مدينة رفح الفلسطينيين. نتحدث أيضا عن أناس متواجدون في شمال قطاع غزة، قرابة 500 مواطن فلسطيني في الشمال رفضوا ترك منازلهم وأهليهم. هذه الشاحنات لا تكفي نهائيا، وخاصة أن المعابر الحدودية مغلقة بشكل كبير على مدار 11 يوما، لم يتم السماح بدخول أي من هذه المساعدات بأي شكل من الأشكال، إضافة أيضا إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين بالتهجم على الشاحنات الخاصة بالمساعدات التي كانت دخلت من الجانب الأوروبي الأردني، وتم ذكر هذا في محكمة العدل الدولية بشكل أساسي. يمكن الإسرائيليون سواء في القيادة والسلطات والاحتلال أو في المستوطنين يحاولون بشتى الصور استمرار عملية الإبادة الجماعية المتعلقة بالفلسطينيين بشكل كبير وبمختلف الطرق والسبل، سواء عبر التهجير القسري للفلسطينيين أو عبر منع إدخال أي من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية، فضلا عن الوقود الخاص بتشغيل المستشفيات بشكل كبير. الزميل حماد العربي من العريش، أنت عيننا ومستجدات الأحداث، تورينا بها أولا بأول. شكرا جزيلا لك.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طائر الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجعوني التي تؤوي نازحين في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 35,303 شهداء فلسطينيين و 79,261 مصابة، مشيرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 31 شهيدا و 56 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. في أحدث التطورات التي يشهدها قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جبل شمال القطاع المحاصر. مدفعية الاحتلال نفذت قصفا استهدف عددا من المناطق بمخيم جبل شمال قطاع غزة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المخيم، وأطلقت آليات الاحتلال نارا كثيفا في محيط شارع الهجاء بالمخيم. وفي سياق متصل، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجعوني التي تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كذلك شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا في محيط مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع، بالإضافة إلى سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع. واستهدف طيران الاحتلال كذلك بسلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من القطاع. في المقابل، أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية انتشال 6 شهداء فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا شمال القطاع، فيما أعلنت مصادر طبية وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبية قرب خان يونس في الساعات الأخيرة. وكان طيران الاحتلال قد قصف منزلا أمام مستشفى الكويت في رفاحة ومحيطه، كما قصف منزلا في حي الجنينة في رفاحة. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 35,300 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 79,300 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على ضرورة حماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن أكد في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الضرورة التي لا تقبل الجدال لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون توقف. وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى المشروع لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة. بينما تمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187 خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير. أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسي ألباريس رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسوب في ميناء إسباني. يذكر أن إسبانيا أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والتي تعد واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة. اعتبرت إسرائيل اتهامات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة أنها منفصلة تماما عن الحقائق وأن ما يجري حرب مأساوية لكن لا إبادة جماعية على حد قولها. يأتي الرد الإسرائيلي ردا على اتهامات جنوب أفريقيا بأنها صعدت حملة الإبادة الجماعية في غزة بعملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية. أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تواجه إسرائيل جنوب أفريقيا مجددا بشأن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
المواجهة الجديدة جاءت على خلفية القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وطلبها بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح الفلسطينية والانسحاب فورا وبدون شروط من قطاع غزة بأكمله. وفي ردها على القضية التي وصفتها بأنها منفصلة تماما عن الواقع، ساقت إسرائيل مزاعم جديدة في محاولة لتبرير ما تقوم به من مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. أبرز مزاعم إسرائيل ما قالته بأن حربها في القطاع تأتي دفاعا عن النفس ضد عناصر حماس. وزادت إسرائيل وقالت إن حرب غزة مأساوية لكنها لا تصنف كإبادة جماعية، كما طلبت من قضاة محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة. ولكي تضيف المزيد من التبرير على عدوانها، قالت إسرائيل أيضا إن مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة هي نقطة محورية لنشاط مستمر ومعقل لحماس. نداءات ومطالبات دولية عدة طالبت وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل لم تلتفت لها، فلعل ما يثار حول هذا العدوان أمام القضاء الدولي يؤتي ثماره ويصمت صوت المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة يوما ما. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور جمال، بعد التحية، يعني هناك نداءات دولية بوقف العدوان على غزة وهناك صلف إسرائيلي، كيف تنظر لهذه النقطة في هذا التوقيت الحرج مع دخول المساعدات العاجلة أو المطلوب دخولها بشكل عاجل إلى قطاع غزة المحاصر؟ بالطبع هناك حصار لقطاع غزة، إسرائيل بتستولي على المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات، في ظل ذلك تتفاقم جرائم الإبادة الجماعية، وبتأتي محكمة العدل الدولية بتؤكد ذلك في يعني أحاديثها، برغم من أن إسرائيل حاولت التملص من هذه التهم ويعني ردت في أشياء أخرى وتحدثت عن أن باب رفح وأن رفح يعني هي يجب بالفعل أن يتم السيطرة عليها لأنها يتم عبرها تهريب أسلحة من مصر إلى القطاع. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني هذا لم يثبت المحكمة عن صحة هذه الاتهامات، ولا سيما ممثل جنوب أفريقيا. الجديد في طبعا في هذه المحكمة أن هناك أطراف دولية أخرى دخلت على الداعمة للدعوة ضد إسرائيل، وهي مصر وهي كولومبيا وهي نيكاراغوا. وبالتالي انا اعتقد ايضا ان هناك دول بتعتزم الانضمام الى هذا، وهذا ميثاق المحكمه يسمح بذلك اذا كان هناك مصلحه قانونيه للدول في الانضمام الى الدعوه. طيب ما مدى يعني دخول اطراف جديده الى هذه الدعوه التي تدين اسرائيل، ام يمكن اعتبارها يعني مجرد سجالات تدور في محكمه لاهاي فقط؟ لا اعتبرها يعني سجالات، لكن يعني صدور حكم يدين اسرائيل هو في حد ذاته يعني له قيمه سياسيه وله قيمه معنويه، يمكن بالفعل عبر يعني تفعيل مثل هذه الاحكام عبر الجمعيه العامه للامم المتحده. بالطبع طبعا اذا ذهبت مثل هذه الاحكام الى مجلس الامن سوف تحبط بفيتو امريكي او من اطراف اخرى، لكن على الاقل بالفعل ان يفعل المجتمع الدولي ما عليه، وألا يظل صامتا أن يقول أن الضمير الإنساني ما زال حيا. طيب انضمام محامين يمثلون بريتوريا إلى الدعاوى المقامة مع توثيق مقابر جماعية وإعدامات فورية حدثت في بعض المنشآت الطبية، هل تؤثر على مجريات هذه المحاكمة أو تسرع بإصدار يعني إدانة سريعة لإسرائيل؟ يعني دعني أقول لك للأسف أن مثل هذه المحاكمات بتأخذ وقتا طويلا حتى يمكن البت فيها. يعني الحكم الأولي الذي جاء منذ شهور قليلة كان بيتحدث عن يعني كان هو يدعو إسرائيل إلى وقف الأعمال التي تؤدي أو تحرر يعني في سلوكها إلى وقف الأعمال التي يمكن أن تتصنف على أنه جرائم سادة جماعية، وألا يعني وأن تنسحب من القطاع، لكن هذا لم يعني يتضمن إدانة مباشرة إلى إسرائيل. أما ثبوت هذه التهم فبالتالي يتطلب
وقتا طويلا. الإجراءات الأسرع هي في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية هي بتدين أشخاص ولا بتدين دول. يعني هناك دعاوى بترفع أمام المحكمة الدولية الجنائية أمام قادة العدو مثل نتنياهو مثل يوآف جالانت. نرجو بالفعل أن يتم البت فيها سريعا. نعم، هذا ما نرجوه. دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا هاتفيا في قناة الأخبار، شكرا جزيلا لك. أعلن حزب الله اللبناني اليوم أنه أوقع قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي في هجوم بالمسيرات صباح اليوم على جعتوم بالجليل الأعلى. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن صفرات الإنذار انطلقت في الشمال، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي القصف مع حزب الله اللبناني عبر الحدود منذ ما يزيد على 8 أشهر. لا زال التوتر يسيطر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن حزب الله اللبناني قصف المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 بالطائرات المسيرة في منطقة جعتون شمال إسرائيل. وأضاف الحزب في بيان له أنه استهدف خيم ومبيت ضباط وجنود الكتيبة وأصابها بدقة، مما أسفر عن سقوط عدد من أفراد الكتيبة بين قتيل وجريح. العملية جاءت كما أفاد حزب الله ردا على عملية الاغتيال الذي نفذها العدوان الإسرائيلي في محيط بلدة قانا لعناصره. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في الشمال، حيث تبادل الجيش القصف مع حزب الله اللبناني عبر الحدود منذ ما يزيد على 8 أشهر. وكان الحزب قد نعى 2 من عناصره في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان في وقت كثف من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، واستهدفها بعشرات الصواريخ وبالطائرات المسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، وزاد الحزب في الآونة الأخيرة من وتيرة عملياته الهجومية، وأعلن لأول مرة عن شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على موقع في شمال إسرائيل. وكثف الطرفان منذ يوم الأربعاء الماضي وتيرة الاستهدافات المتبادلة، وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة شن 12 هجوما على الأقل استهدفت مواقع عسكرية وتحركات جنود وآليات وأجهزة تجسس. قال الحوثيون إنهم أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق محافظة مأرب بجنوب شرق اليمن، بينما أوضح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية أن الجماعة استهدفت المسيرة الأمريكية بصاروخ سطح جو محلي الصنع. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الهجوم البري الذي بدأته قواته في شمال شرق أوكرانيا هو رد على هجمات تطال الأراضي الروسية، مؤكدا أن جيشه لا يعتزم في الوقت الحالي غزو مدينة خاركييف. وقال خلال مؤتمر صحفي في مدينة هاربين بشمال شرق الصين التي يزورها منذ الخميس إنه في حال استمرار الهجمات الأوكرانية ستضطر موسكو لإقامة منطقة أمنية عازلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بينما يعلن الجيش الروسي بشكل متكرر أنه يصد هجمات ليلية تشنها مسيرات أوكرانية، لكنه نادرا ما يتبنى إسقاط هذا العدد من الطائرات دون طيار. مزيد من التصعيد والاقتتال تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تستمر كييف في المقاومة مستعينة بالدعم العسكري الغربي. وفي آخر التطورات الميدانية، اعترضت روسيا اليوم أكثر من 100 مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على جنوب البلاد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان أنها اعترضت 51 طائرة مسيرة و6 مسيرات بحرية في شبه جزيرة القرم و44 مسيرة فوق منطقة كراسنودار و6 طائرات مسيرة أخرى فوق منطقة بلغرود.
ويعلن الجيش الروسي بشكل متكرر أنه يصد هجمات ليلية تشنها مسيرات أوكرانية، لكنه نادرا ما يتبنى إسقاط هذا العدد من الطائرات بدون طيار. وفي وقت سابق أعلن حاكم منطقة بلغرود الواقع على الحدود من أوكرانيا مقتل امرأة وطفلها البالغ 4 سنوات بهجوم طائرة مسيرة. مسؤولون في منطقة كراسنودار قالوا أن السلطات تمكنت من احتواء حريق في مصفاة وابسي الروسية لتكرير النفط كان قد اندلع بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، موضحا أنه لا خسائر بشرية بحسب المعلومات الأولية. حاكم منطقة سيفاستوبول أشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمحطة كهرباء فرعية، مضيفا أنه سيكون هناك انقطاع محدود للكهرباء والغاء الدراسة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم الثانوي المهني ورياض الأطفال. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 489,870 جنديا منذ بدء العملية العسكرية. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. في إطار تطوير قدراتها الدفاعية، كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى. نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي 24 معك في كل مكان. وصلنا بحضراتكم الآن إلى محطتنا الاقتصادية بصحبة الزميل محمد سليمان. شكرا لك محمد. مرحبا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثانية وتتابعونا فيها. مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 بشرم الشيخ. أهلا بكم. أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 بشرم الشيخ. وأشارت الوزيرة إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي امتداد لريادتها في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الدولية وعلى رأسها كوب 27. تابع وزير العمل حسن شحاتة آخر مستجدات مشروع مهني 2030 والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن 950 مركزا للتدريب المهني خاص سجل البيانات على المنصة الإلكترونية للمشروع، مؤكدا أنه يجسد التعاون مع القطاع الخاص لتأهيل 1,000,000 متدرب سنويا بمهارات عالية لسوق العمل. نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوي والذي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الكلية من مختلف التخصصات، خاصة مع مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، كما يوفر الملتقى فرصا لتدريب الطلاب الأكثر تميزا. بهدف ربط خريجي كلية الزراعة بجامعة عين شمس بسوق العمل وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم، نظمت الكلية الملتقى التوظيفي السنوي
احنا ده ملتقى سنوي للتوظيف بنعمله دايما للطلاب علشان بيتقابلوا مع رجال الاعمال واصحاب الشركات المتخصصة في المجال بتاعنا، على اساس ان احنا بنتعرف منهم على الفرص المتاحة للتوظيف ومتطلباتهم ايه في الخريج بتاعنا. ننزل تدريبات من سنة تانية وسنة تالتة، بعد ما بيخلص السنة الرابعة بتاعته ان شاء الله بيبقى اصبح خريج، بنعده لسوق العمل، بنشوف متطلبات سوق العمل ايه اثناء فترة تدريبه. بعد كده من خلال التواصل مع الشركات بشكل دوري بنعمل زيارات دورية، سيادة العميدة بتنزل بنفسها معنا. يتضمن الملتقى معرضا توظيفية يستهدف الخريجين من كلية الزراعة، فضلا عن محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة. نبتدي نعمل مقابلات مع الناس اللي عنده اكسبيرينس اوكي تمام، ده ان شاء الله يشتغل معنا يعني، وبندور على الكفاءات يعني والناس الكويسة يعني، والتمام بس ممكن مش عنده كفاءة ده احنا هنعلمه. واحنا بنتبع مركز دراسات والاشارات الزراعية، فاحنا الثلاثة بارتيشن اللي جنب بعض دي منتجات الكلية اللي موجودة في الوحدات ذو الطابع الخاص عشان نشارك فيها الطلبة في الدورات التدريبية، في تسويق المنتجات، في الانتاج نفسه وهكذا. كما يتيح حضور الطلاب وخريجي الكلية لفعاليات الملتقى التواصل المباشر مع ممثلي الشركات شخصيا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة. تماشياً مع سياسة الدولة المصرية بتوفير فرص عمل وربط سوق العمل بالمتميزين من الخريجين، جاءت فعاليات الملتقى السنوي للتوظيف والذي تنظمه كلية الزراعة بجامعة عين شمس ليمثل همزة الوصل بين الخريجين المتميزين وكبرى الشركات المصرية. من داخل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أمل صبري، النيل للأخبار. أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.7% في أبريل على أساس سنوي في مقابل 4.5% في مارس وسط تسارع وتيرة التعافي قطاع التصنيع. وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي. في الأسواق الأسيوية أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة من المكاسب استمرت لثلاثة أيام ليغلق على تراجع بعد أن أثر الغموض الذي يكتنف مسار سياسة بنك اليابان المركزي على المعنويات. وهبط مؤشر نيكي بنسبة 34%، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 41%، وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع بنسبة 3%. وهبطت أسهم الشركات المتعلقة بالرخائر في اليابان، حيث تراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 2.1%. في أسواق المعادن النفيسة تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب الأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي لخفض الفائدة هذا العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 2379.14 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 3.3% إلى 1060.15 دولار للأوقية. في المقابل تراجعت الفضة بنسبة 2.2% لتصل إلى 29.53 دولار للأوقية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ويتجه خام برنت القياسي لتسجيل أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم المؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط. وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 47% لتصل إلى 83.66 دولار للبرميل. وصعدت العقود الأجل الخام غابتكس الوسيط الأمريكي بنسبة 28% لتصل إلى 79.45 دولار للبرميل. انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميل محمد سليمان لاستكمال بانوراما، تفضل. شكرا محمد، إليكم الآن.
باقي نشرتنا. وقال الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية اطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي لتكون الاحداث في سلسلة تجارب الاسلحة التي تجريها بيونغ يانغ. اوضحت هيئة الاركان المشتركة في كوريا الجنوبية ان المقذوفات اطلقت من بلدة وونسان على الساحل الشرقي. كانت كوريا الشمالية قد اطلقت مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز اضافة الى صواريخ تكتيكية خلال الاشهر القليلة الماضية، وصفة اياها انها جزء من برنامج لتطوير قدراتها الدفاعية. بانوراما النيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. انطلاق أعمال مؤتمر يناقش سبل دعم السياحة العلاجية في مصر. ونواصل نشرة النيل الأخبار من التلفزيون المصري. انطلقت أعمال وفعاليات مؤتمر ناقش سبل دعم السياحة العلاجية في مصر. نتابع هذا التقرير ونعود لحضراتكم. التحول الرقمي والسياحة العلاجية ونظم صحية مجودة محاور مهمة تم استعراضها خلال فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الثاني للشركة الوطنية للطيران للخدمات الطبية كأحد الأطر المهمة للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. احنا عاملين ورشة عمل على مدار يومين بمشاركة خبراء دوليين في هذا المجال بالإضافة إلى الخبراء المصريين الموجودين هنا وكافة الجهات التي تعمل في مجال السياحة العلاجية من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية والرقابة والاعتماد. المحور الثاني هو إظهار أهمية التحول الرقمي. احنا بنعرض مشروع التحول الرقمي وإيجابياته، إزاي نقدر نستفيد منه وإزاي نقدر نفيد باقي المؤسسات الصحية اللي تحب تلتزم أو بتفكر أنها تدخل مجال التحول الرقمي، ازاي تقدر تعمل. عندنا جانب السياحه العلاجيه ابتدينا ننشط فيه، حصلنا على الاكريديتيشن تيموس الحمد لله رب العالمين. والحاجه الثانيه برضو عندنا البروجكت الكبير اللي احنا بنعمله اللي هو زرع النخاع واللي هو البون مارو ترانسبلانت، وده ان شاء الله هيتفتح قريبا باذن الله. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض دور الشركه الوطنيه في دعم السياحه العلاجيه التي تعد احد الحلول المثلى للدخل القومي بما تتضمنه من تقديم خدمات علاجيه مجوده للسائحين والمواطنين. النهارده يعني المفترض ان احنا نتوقع 50 مليون سائح، فالنهارده جزء كبير من هؤلاء السياح الحقيقه ممكن يحتاجوا رعايه صحيه، ثم في ناس بتيجي اصلا عشان العلاج. واحنا مصر كنا على فتره طويله جدا وزمنيه كبيره بهذه القدرات الموجوده بتستقطب مجموعات كبيره جدا من السياح سواء من المنطقه العربيه او المنطقه الافريقيه. في وضع الموضوع في صوره مؤسسيه وجود مصر للطيران كناقل رئيسي وكالشركه الوطنيه للطيران، اعتقد ان احنا نقدر نحقق هذه الاهداف. التحول الرقمي والسياحة العلاجية محاور مهمة كشف عنها المؤتمر الطبي للطيران والتي ستحدث طفرة نوعية في توفير خدمة علاجية للمواطنين والسائحين تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، النيل الاخبار. بدعم السياحة العلاجية في مصر نكون قد وصلنا الى ختام نشرتنا، لكن دائما يتبقى تذكير بابرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية على الميناء المؤقت في قطاع غزة. إسرائيل تنفي اتهامات جنوب أفريقيا بشأن ارتكابها إبادة جماعية في غزة وتعتبر ما يحدث حربا مأساوية. حزب الله يعلن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بقصف مقر كتيبة بالجليل الأعلى. وللمزيد دائما يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت نايل.إيجي. دمتم في أمان الله.